انما حضرتك متفائل ان هذه الازمه هتعدي؟ طبعا 100% هتعدي 100%. خليني برضو في نهايه اللقاء ده، لسه جالي الخبر دلوقتي افرحك، بيراميدز كسب الاهلي 3-0. لا يمكن. انا بقول لحضرتك بيراميدز لاول مره النادي الاهلي يتغلب والله. يعني انا يعني انا مش هبقى سعيد قوي على حاجه رغم لا مش لا انا لا معلش انا سعيد قوي. الاهلي اتغلب 3-0. الاهلي ده فريق مصري صحيح، انا وحضرتك زملكاويه منقوعين زملكاويه وبنحب الزمالك، ولكن دايما اتمنى كل الخير للاهلي وكل يا فندم بنتمنى له الخير. انما ده ايوه الضحكه الحلوه بقى بتاعت ال 3-0 دي. طب ما تخلينا في النادي بتاعنا. طيب يا استاذ عمرو ما بلاش النادي بتاعنا بقى، ما بلاش السيره دي. ان شاء الله الـ 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 القادم افضل والقادم احسن للنادي بتاعنا، وان شاء الله كل النوادي المصريه تبقى بخير لنادي الزمالك ونادي السكه الحديد ان شاء الله كمان. ازاي هيبقى افضل ازاي؟ والله ما فيش حال بيستمر كده يعني. ما ايوه ما فيش حال بيستمر كده. لازم يا استاذ عمرو، وانت فاكر ان الحال ده هيستمر كده؟ وانت فاكر ان هو حتى اعضاء مجلس الاداره سامعيني والمستشار مرتضى منصور سامعني؟ هو المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره ده هيفضل قاعد طول العمر؟ لا يمكن هيتغير. طب اللعيبه دي هتفضل طول العمر؟ ايه يا فندم هيحصل ايه؟ هيتغير؟ مش هو يا استاذ عمرو، مش كل واحد ليه عمر. العمر يعني وكلنا نستنى العمر. سيادة فريق كامل الوزير بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المستفيضة، يعني شكرا لك. العفو استاذ عمرو، ربنا يكرمك، وانا بشكرك وبشكر السادة المشاهدين وبقول لهم لو سمحتوا بتاعت ال 3-0 دي. طب ما تخلينا في النادي بتاعنا. طيب يا استاذ عمرو ما بلاش النادي بتاعنا بقى، ما بلاش السيرة دي. ان شاء الله الـ 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 القادم افضل والقادم احسن للنادي بتاعنا، وان شاء الله كل النوادي المصريه تبقى بخير لنادي الزمالك ونادي السكه الحديد ان شاء الله كمان. ازاي هيبقى افضل ازاي؟ والله ما فيش حال بيستمر كده يعني. ما يعني ايوه ما فيش حال بيستمر كده. لازم يا استاذ عمرو، وانت فاكر ان الحال ده هيستمر كده؟ وانت فاكر ان هو حتى اعضاء مجلس الاداره سامعني والمستشار مرتضى منصور سامعني؟ هو المستشار مرتضى منصور ومجلس الاداره ده هيفضل قاعد طول العمر؟ لا يمكن هيتغير. طب اللعيبه دي هتفضل طول العمر؟ ايه يا فندم هيحصل ايه؟ هيتغير؟ مش هو يا استاذ عمرو، مش كل واحد ليه عمر. العمر يعني وكلنا نستنى العمر. سيادة فريق كامل الوزير بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة المستفيضة، يعني شكرا لك. العفو استاذ عمرو، ربنا يكرمك، وانا بشكرك وبشكر السادة المشاهدين وبقول لهم لو سمحتوا. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.